اهلا بحيث فندم، تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم، اهلا وسهلا. نورتنا، وبنشكر طبعا مشاركة حضرتك من الولايات المتحدة. يعني ما اعرفش، مشكور. انا عارف حضرتك متابع دايما للشأن المصري، وتشرفت بحضرتك كتير طبعا في اللقاءات. حضرتك برضو، وطبعا بعرفك معنا الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفضاء بالامم هو المتحدة. زميل يعني، طبعا هو زميل. علماء اجلاء، نورتونا. اهلا بحضرتك. دكتور هشام، تابعت المصريين بيتابعوا ازاي موضوع انحسار الشواطئ وما قيل انه ربما يكون موجات تسونامي او تغيرات زلزاليه كبيره في البحر المتوسط؟ طبعا هو حصل نفي، لكن انا عايز اعرف حضرتك رؤيه حضرتك للموضوع ده ايه، وكمان يعني علاقته كمان بالتغيرات المناخيه، لانه وثيق الصله اعتقد، وحضرتك صحح لنا يعني. تمام، شكرا لحضرتك الاستضافه الكريمه. طيب، خلينا نبدا. ان ديت مش اول مره، يعني احنا مش اول مره نسمع الكلام ده ونشوف التعليقات ديت على السوشيال ميديا، والكلام على السونامز اللي هي ممكن ان هي تاكل السواحل المصريه، اللي هي ناشئه من بعض الزلازل اللي ممكن تحدث في حوض البحر المتوسط او شرق البحر المتوسط. خليني برضو أؤكد على حاجة، إن حتى الآن العلم لم يصل إلى طريقة مثلى في التنبؤ بالزلازل. يعني أنا ما أقدرش يعني مش عاوز أقول لحضرتك إن إحنا حتى الآن ما حدش يقدر يتنبأ بكلمة زلازل أو بحدوث الزلازل. الزلازل علشان حضرتك تقدر تتنبأ بيها، يبقى أنا لازم أقول لك بعض المعلومات الواضحة جدا. يعني أنا لازم أقول لك إن غدا الساعة 5 الظهر في المكان الفلاني، اللي أحدد لك اللاتيتيود واللونجيتيود بتاعه، هيحدث زلزال بمقدار كذا، واقول لك قوته قد ايه على مقياس ريختر، واقول لك الدبث او اقول لك العمق للفوكس بوينت بتاعته او لبؤره تكون هذا الزلزال. لما اكون عندي القدره ان انا اقول لك المعلومات ديت، يبقى انا عندي قدره على التنبؤ بالزلازل. حتى الان انا ما اقدرش اقول لحضرتك الكلام ده. حتى الان احنا نقدر نقول ان احنا بنستخدم الطريقه العلميه المثلى في التنبؤ باماكن حدوث الزلازل، بنعمل لها فوركاست. احنا عارفين ان في مناطق نشطة زلزاليا، لان هي ديت بتبقى مناطق الواح تكتونيه او باوندريز بين الالواح التكتونيه المختلفه، وديت اماكن بتحدث فيها زلازل. فده مش سر، يعني لما اقول لحضرتك ان هيحدث زلازل بكره في كاليفورنيا، انا مش بقول لك خبر، انا عارف ان بكره هيكون في زلازل في كاليفورنيا، لان انا واقع على السانت اندرياس فولد، والسانت اندرياس فولد ده بيشوف زلازل يوميا على مقياس 2 و3 و4 كل يوم. كل يوم انا عندي حوالي 10 15 زلزال بهذه القوه. فده مش تنبؤ ان انا اقدر اقول لك ان يحدث زلزال بهذا الشكل. طب عشان نيجي نطلع على موضوع السونامي، السونامي علشان يحدث في بعض الخصائص الكبيرة جدا او المهمة اللي هي لازم تكون موجودة علشان السونامي يتكون، من ضمنها ان حضرتك بيبقى عندك ازاحة رأسية كبيرة جدا في حوض البحر او في حوض المحيط، ولازم تكون حاجة كوستال. ما ينفعش ان انت يحدث الزلزال ده يكون حاجة ارضية، لازم يكون زلزال في منتصف المحيط او في منتصف البحر او في منطقه نشطه زلزاليا داخل حوض مائي، اللي هو يقدر يولد هذه الازاحه الراسيه اللي من اساسها بينتج هذه الموجه. هل مصر تقع في السواحل او سواحل مصر تقع في منطقه ممكن ان يحدث فيها تسونامي بهذا الشكل؟ انا اقدر اقول بشكل كبير لا. احنا مصر بتقع في منطقه في حدود زلزاليه، ولكن معظمها في شمال اوروبا، في شمال المتوسط، قريبه جدا من السواحل الاوروبيه، سواء بقى كنا بنتكلم على اليونان، على فرنسا، على ايطاليا، على المناطق ديت. المناطق ديت فيها، وتركيا طبعا، في مناطق في كونتيننتال دريفت، في كونتيننتال باوندريز كتيره جدا في المناطق ديت، وفيها مناطق نشطه زلزاليا. ولكن هل زلزال ممكن يؤدي الى تسونامي بالحجم اللي احنا بنشوفه مثلا في المحيط الهندي او في المحيط الاطلنطي؟ هو الناس في دماغها الفيلم والافلام اللي شافتها عن اللي حصل في سوماترا وبالي من كام سنه، فعشان كده الناس كانت علشان انا مرعوبه. يحصل عندي زلزال زي سوماترا وبالي، يبقى انا لازم يكون حضرتك تتكلم على زلزال 7 وطالع. يعني انت بتتكلم على زلزال 7 ريختر وطالع، يعني انت يعني ما بتتكلمش على 4 على 5 علشان يحدث تسونامي بهذا الحجم. طبعا السواحل عامة او الميديترينيان بيزن او الحوض المتوسط حوض صغير، فطبعا السواحل لو انا عندي ايرلي وورنينج سيستم وتكونت موجه بهذه الضخامه، هيكون طبعا الايرلي وورنينج سيستم مش هيكون فعال بالشكل اللي احنا ممكن نشوفه في الاماكن الكبرى، لان طبعا حركه الموجه هتكون سريعه جدا، ولكن الجسم المائي اللي في المتوسط لا يسمح بتكون مثل هذا الحجم الضخم من التسونامي. حته الريتريت او حته انحسار البحر دي ظاهره
ظاهره فلكيه او دي ظاهره مد وجزر ودي بتحدث، يعني ايه ما فيهاش اي نوع من انواع الـ 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 الاستغراب او التعجب، لان دي الظواهر بتحدث يعني وحصلت كتير وهتحصل كتير. لكن حته ان احنا نربطها بالتغيرات المناخيه او نربطها بحدوث زلازل ضخمه جدا في المتوسط اللي هي تؤدي الى تسوناميز بهذا الحجم، ما فيش حاجه في العلم اسمها ابسولوت، فانا ما اقدرش اقول لك بنسبه 100% لا، ولكن اقدر اقول لك بكونفيدنس عالي جدا ان ده غير قابل للحدوث. ايه اللي بيحدث بقى في المتوسط؟ اللي بيحدث في المتوسط شيء تاني اخر، ويمكن الدكتور علاء استطرد فيه لما كنا بنتكلم على التغيرات المناخيه والجلوبال كلايمت تشينج. انا مش عايز اربط كلمه كلايمت تشينج مع زلازل علشان برضو الناس ما يبقاش كل شيء بيترمي على كلمه تغيرات مناخيه. التغيرات المناخيه هي عباره عن تباين في العلاقه البينيه بين الاغلفه المختلفه المكونه لكوكب الارض، سواء كان هيدروسفير او اتموسفير او بايوسفير، في علاقه بينهم طرديه. العلاقه دي حصل فيها خلل. الخلل ده نتج من ايه؟ نتج من ارتفاعات درجات الحراره على مستوى الكوكب. فهذا ادى الى خلل في العلاقه البينيه بين الغلاف الجوي والغلاف المائي، بين الغلاف المائي والغلاف الحيوي اللي هو الارض والغابات والزراعه والتصحر وما شابه. فده حاجه. لما اجي اتكلم على الزلازل انا بتكلم على فيزيكال اكتيفيتي، انا بتكلم على تكتونيك موشن. التغيرات المناخيه لا تؤدي الى صفائح الارض. الزلازل كانت دي كانت بتحدث وهتحدث، ولكن ما نقدرش نقول في علاقه بينيه بينهم. ممكن نقول مثلا ان ارتفاع مستوى سطح البحر قد يؤدي الى احمال مختلفه على بعض الفوالق فيؤدي الى سليبج، فنقدر نقول في اندايركت امباكت. ما اقدرش اقول ان في علاقه دايركت او علاقه يعني بنقول عليها حاجه اسمها فورسنج او دايركت فورسنج، يعني انا الشيء المسبب او المحرك الرئيسي. لا نستطيع ان نقول ان التغيرات المناخيه هي المحرك الرئيسي في حدوث زلازل، ده قول خطأ، ما ينفعش نقول الكلام ده. ولكن ممكن نقول بعض العوامل أو بعض الآثار المترتبة على التغيرات المناخية قد تؤدي إلى حدوث بعض الأمور الفيزيائية الأخرى التي من ثم أنها ممكن تؤدي إلى تفاقم أو تزايد تسارع وما شابه. ولكن البحر المتوسط بيعاني شيء تاني آخر وشيء كبير وشيء ممكن يمثل خطر على السواحل المصرية وسواحل المتوسط بشكل عام، وممكن تؤدي الى ما ممكن نسميه بقى اشباه الصنامي او الصنامي اللي ممكن تحدث. الناس قد يهيئ لها انها تحدث من تكتونيك اكتيفيتي او من حركه تكتونيه او من ايرثكويكس او زلازل، ولكن تحدث من حاجه تانية. البحر المتوسط في اخر 3 عقود، وانا مش هطيل على حضرتك عشان احتراما لوقتك، البحر المتوسط في اخر 3 عقود ازدادت درجه الحراره باكثر من 2.5 درجه مئويه. خلينا اقول لحضرتك ان الزياده الرهيبه ديت في درجه حراره البحر المتوسط دي زياده خطيره. انا مش بقول لك يعني احنا نتنبأ، انا بقول لك احنا بنرصد. يبقى احنا رصدنا ارتفاع في درجه المتوسط 2.5 درجه في اخر 3 عقود. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان البحر المتوسط، خصائص البحر المتوسط اختلفت. البحر المتوسط هو منطقة مائية تقع خارج النطاق الاستوائي. يعني ايه كلمة استوائي؟ يعني قريب من خط الاستواء، قريب من الإكويتر. حضرتك بعيد كل البعد عن خط الاستواء، بعيد كل البعد عن المدارات، مدار الجدي ومدار السرطان. فحضرتك تقع خارج النطاق الاستوائي.